إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن من علامة السعادة للمؤمن أن يستغل مواسم الخيرات، أن يستغل مواسم الخيرات وأيام البركات. ومن علامة الشقاوة والخذلان أن يحرم المرء المغفرة والرحمة في مواسمها. وأنتم يا عباد الله مقبلون على موسم عظيم، على موسم الخيرات، موسم الصلوات، وموسم تلاوة الآيات، وموسم سبك العبرات، سكب العبرات، على شهر عظيم مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه فيقول: أتاكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد في كل ليلة: يا باقي الخير أقبل، ويا باقي الشر أقصر. وهذا الشهر يا عباد الله جعل الله عز وجل فيه كل وسيلة للخير، وصد عن المسلمين كل وسيلة للشر، فلم يبق إلا النفس وهواها. فيا عباد الله، استغلوا هذا الشهر المبارك العظيم بما فيه من الخيرات، وما أودع الله فيه من الدرجات الرفيعات. عباد الله، إن أحسن ما يستقبل به هذا الشهر المبارك أن يستقبل بتوبة صالحة، وسو توبة صالحة. قال عمرو بن قيس رحمه الله تعالى: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، وأن يستقبل بعزيمة صادقة على العمل الصالح في هذا الشهر المبارك. ولا يكون حظ المرء من هذا الشهر رسائل الأشواق قبل قدومه، والبكاء على الأطلال بعد فراقه. وهذا هو حال كثير من الناس اليوم، خاصة في وسائل التواصل، يكثرون من رسائل الشوق قبل قدومه. وإذا قدم هذا الشهر لترى من العمل منهم إلا قليلا، وإذا ذهب الشهر وفارقوه بكوا على الأطلال. وأحسن ما يستقبل به هذا الشهر يا عباد الله أن يتفقه المرء في أحكام الصيام وأحكام الصلاة وكل ما يتعلق بهذا الشهر المبارك. فإن يا عباد الله واجب على كل مسلم، واجبًا على كل مسلمٍ أن يتعلم أحكام دينه، وأن لا يدخل في عبادة إلا وهو يعلمها. فإن عبادة الله عز وجل على غير علمٍ طريقة أهل الضلال. عباد الله، وإن من أحسن ما يعتني به المرء في هذا الشهر المبارك أن يعتني بالأعمال الصالحات التي جاء النص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل. وأهم هذه الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها وهو رأسها في هذا الشهر الصيام. فالصوم يا عباد الله ركن من أركان الإسلام، ومن فضل هذا الشهر أن جعل الله عز وجل مكانا للقيام بهذا الركن العظيم، فلذلك صار أحسن الشهور وأفضلها عند الله عز وجل. فيعتني المرء بصيامه ويحفظ هذا الصوم
من كل ما يخدشه. ومن الأعمال يا عباد الله المحافظة على الصلوات، وهذا في كل أيام السنة ولكن في هذا الشهر بالخصوص. ومن ذلك يا عباد الله المحافظة على الصلوات المستحبات، وعلى رأسها صلاة التراويح، فإن قيام الليل في رمضان من أجل الأعمال عند الله. فعلى المسلم أن يعتني بقيام رمضان كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب المغفرة على قيام شهر رمضان كاملا، قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها في هذا الشهر المبارك كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وللصائم دعوة لا ترد كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في هذا الشهر المبارك أن يعتني بالجود والكرم من تفطير الصائمين وتسحيرهم، فإن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الحديث: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الحسن: من فطر صائما كان له مثل أجره. فلا يغرنكم يا عباد الله تثبيط المثبطين الذين يثبطون عن تفطير الصائمين في هذا الشهر المبارك، فتفطير الصائمين في هذا الشهر المبارك لا يختص بالفقراء والمساكين، بل هو عمل صالح يترتب عليه ما ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما، ولم يقل فطر مسكينا، فيدخل في ذلك كل الصائمين. من فطر صائما كان له مثل أجره، ولا ينقص من أجور الصائمين شيئا. فتفطير الصائمين خاصة عند مكاتب الدعوة والإرشاد هو إفطار ودعوة، فكم من مسلم دخل في الإسلام بسبب هذه المظاهر الإسلامية العظيمة. فعلى المسلم أن يعتني بهذا الأمر العظيم، وهو الكرم والجود في شهر الكرم والجود، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في شهر رمضان يكون أجود من الريح المرسلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، ونحن يا عباد الله مأمرون بالاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومما ينبغي التنبيه عليه خصوصا مع قدوم هذا الشهر المبارك ألا يلتفت إلى أخبار الفلكيين ولا إلى تحدياتهم في وسائل التواصل بدخول الشهر، فإن يا عباد الله الأمر معلق بالرؤية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 و30، الشهر هكذا وهكذا، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا غم عليكم فأتموا العدة. فهذا هو قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أننا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، ومعنى ذلك أننا لا نعتمد على الحساب في دخول الشهر وخروجه. والاعتماد على دخول الشهر وخروجه على الحسابات الفلكية ضلال في الشرع بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا يجوز أن تنشر هذه التوقعات ولا هذه التحديات التي تكون بين الفلكيين. وهؤلاء الفلكيون في كل سنة يشغلون الناس في وسائل التواصل بمثل هذه الأمور، فهم في أنفسهم مختلفون، وللمسلمين مفرقون
فعلينا أن نبتعد عنهم وعن النشر لهم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بلوغ شهر رمضان، اللهم إنا نسألك بلوغ شهر رمضان بصحة وعافية، ومغفرة للذنوب، وقبول للطاعات يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.